السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد قناة. كما قلت اليوم عندنا إيفنت جديد اسمه تركي توبيا 2019. هو بدأ الثلاث اللي هو أمس، ف تقريبا ما أشتغل معه الإيفنت، يضغط أوبشن باليد يجي هنا أو ستارت، يدخل كلمة أدفنتشرز، يجي عندك كلمة ايفنت، يجي حصله هنا، ممتاز. تحط ايش تعطي، راح يطلع لك على اليمين القائمة هذه. مطلوب منك اول شيء انك تقتل خمسة، دق 15 من التركي في المناطق قاعد تحصلها. انا اشوف احسن منطقة تروح منطقة النار هذه، على حسب قوتك تخش اللي يناسبك منهم، يعني اهم شيء منطقة النارية تلقى فيها التركي كثير. خلنا نروح هناك الحين ونحصل ذاك ان شاء الله ونقتل. مطلوب منك تقتل من التركي هذا 15 مرة هناك. خلنا نشوف ان شاء الله نحصل لنا واحد قريب بحيث نوريكم كيف يكون شكله. طيب انا اذا لقيت واحد راح كيف شكله ما هذا. طيب انا دورت منطقة النارية الكرفية ما لقيت فيها، لكن دورت في هذا اضغط اطلس، ادخل المنطقة العامة هنا، تمام، روح لين المنطقة النارية. في عطوا من خط المنطقة عطوا لقيت لي واحد، فهذا هو شكل التركي مطلوب تقتله. تقتل منه زي هذا، تقتل منه 15 عشان يعني تخلص المرحلة هذه، تمام. فان شاء الله تلقى هنا كثير يعني من الدولي. طيب خلونا الحين ننتقل للمرحلة اللي بعدها. طيب في المهمة الثانية الحين طالب منك انك تزرع يا نوع من الفواكه مثلا او من الخضار وزي كذا، فحطك نوعين. انا انصحكم تسوي النوع الاول لان النوع الثاني بعيد، فبيجون عند اله الزراعه هذه. زين بحط لكم المقطع حق رابط الزراعه نفسه كيف تسوون اله الحال والاشياء هذه. فتجي هنا عندك النبته هذه، زين هاي متطلباتها سهله، متطلباتها يعني مو بصعب. الاول هذا لازم تجون تسوون انتم هنا، تمام، اللي هو يجيبون المادة هذه العضوية أو الشيء الأولى وتصنعون. طبعا عشان يجيبونها يجيبون من هنا أي شيء عندك متحوله، تمام، تحوله وتحط المشيدات. من تجي هنا تصنع الحبات دي عشان تطلع الهم هذولي، تمام، اللي هي الأولى الخضة هذه. الصن في الصن لايت هذا من أماكن أماكن البود وكذا. البلك الخضة هذه تروح منطقة خضراء تكسرون البلك اللي فيها تاخذونه. الأخيرة هاي تطلع من الكيس، ممكن شست الشادو، الشادو شست. إذا أخذت الشادو قتلت الحوش كبار أو البوسات، إذا خلصت البوس الأخير تحت الصندوق حقه أحطلع لك صناديق، صديق حيح تعطيك الشادو أو اشتري من السوق مباشرة، يعني تسعر يعني مو بغى عليه مرة، يعني سعر حلو. فهو الحين طالب، الحين ما طلب مني كمية، هو ضابط إني طالب بس واحدة كذا أو اثنتين. فاحنا نسوي اثنتين، زين، وتعال عندك يا في البيت يا عندك في كلب اللي يعجبك، تمام. انا بسويها عندي في كلب. طبعا راح تحتاج حق آلة شي زي المويه حق الزراعه وكذا، هي اللي راح تحتاجها يعني. نحط الضوء هنا، ايوه، حطي ثلاث، تمام. راح تحتاج اللي هو المويه اللي هو هذه، هنا المويه، هذه المويه، تمام. شوف الحين تاخذ وقت، هي اصلا الين يقولك انها يعني
تتحول يعني بالوقت وكذا، تحتاج انها تسقيها. هلا اعلمكم عن كيف يجيبون هذه حقت المويه. تجون هنا هنا هي دقيقة، المشكلة الناس هي من زمان مسوي الزراعة وكذا غريبة. مو فينا وين تحتاج قطع المويه اول، عشان هذه تحتاج بلازما مويه، يعني مويه البلازما والمويه العاديه واللافا والشوكليت والعشرين بوتل. العشرين بوتل تلقاها في منطقه النار، تلقاها مره كثير هناك. الاسفنجات هذولي زين، الاسفنجه هذه ماشروم وقلم وسويك اسفنجه تمام، برضو حق اللافا شيب ستون وقلم تمام. الشوكليت تحتاج الوالد كب كيك، تنتقل تقول في منطقة الكاندي وكذا. وعندك هنا الفامسن هذا تلقاه في كل مكان، وروبتك سالفج تلقاه في منطقة هذه دقيقة اللي هي هنا. شوف هنا هنا تحتاج الوالد كب كيك، والروبتك سالفج هذا راح تلقاه في منطقة النيوان هنا. والبلوك الاخضر تلقاه في المنطقه الخضراء زي كذا زي هذه تمام. وال يسمونه اللي هو البتل راح تلقاه هنا منطقه البراكين هذه، راح تلقاه هنا بكثره مره، تلقاه مره كثير، تلقاه في الارض كذا لونها ابيض كذا تمام. او عفوا صح، لا في الارض هذا البون صح. البنفيد راح تحتاج انك تزرعه، تحتاج من الزراعة. هو وينه هو البصل؟ اي هذا هو. مطلبات سهلة، لكن انا انصحك تشتري من السوق كاختصار للوقت، تشتري من السوق ولا تدفع ذولي، لان ذولي الحين لو تشتري من الحين ذولي قيمتهم اغلى من قيمة البطل جاهز يعني. صح تشتري البتر جاهز اصرف يعني، وتجي هنا وتسوي العلبه هذه حق الزراعه هذه. اذا انت قد اشتغلت في الزراعه شوي زي كذا، بيكون عندك شيء ذهبي بدك تحطهم على هذولي، بحيث تخليه بسرعه يبدا العداد معك. شوف زي اللي هي زي هذه او هذه تمام. الخضر هذا تخليه مغص يبدا الوقت حقهم. شوف الحين زي كذا، شوف الحين خلصت، نقول الحين جاهزين الزراعة، جاهزين قصدي التسقية، نسقيهم. شوف احنا الحين سقيتهم، يقول لي 6 ساعات وتخلص السقة الأولى، بعدين بعد 6 ساعة ثانية سقي مرة ثانية، يصير بعد 12 ساعة يخلص كل شيء، وأجي أقطفها وتصير تخلص عندي هنا. فنشوفكم إن شاء الله بعد 12 ساعة، يلا. طيب وأخيرا بعد يوم الظهر خلص النبتة هذه، فالحين بمجرد إني أحصدها راح تنتهي المهمة. فاللي وده يعني انا راح ازرع لكم هنا في كلب حقي، بحط لكم تحت في الوصف اللي هو كيف تجون على كلان حقي. تكتب في الشات هنا، تكتب join world اللي هو العالم، بعدين بعدها مسافة، بعدين اسم كلان حقي. بحط لكم في الوصف اللي بيخش زين يكتبها بالضبط، ويحط اذا خلاص من كتابة الكلاب حقي يضغط R2، وهو يعني خلينا نقول راح ينقله مباشرة هنا تمام. فبحط لكم هنا اللي وده يعني يكلمني، يعني انا ممكن ما احطه يعني مصرح انك تكسف يوزا كذا، لكن اللي ابغاه من اي شخص يدخل العالم حقي هنا المشكلة لازم تكون مشترك في الكلان حقي، فهذا مشكلة يعني. فنشوف بحاول اني احط لكم اياه كذا ولا عاد. المشكلة انت جيت الزراعة تبي لك يوم كامل، فالله يعينك يعني بتتقروش في الشيء ذا. فمو مشكلة انتم تكلمون وقتها ان شاء الله من برسائل اذا اللي وده، عشان اساعدكم تخلصون المهمة هذه يعني بالذات. خلو الحين ننتقل للمهمة اللي بعدها. يقول ديفيت ريسبي دانجن. الحين يقول لنا
خلص الانجنات اللي فيها USB تمام. روح اي منطقة تبيها، خلينا نقول نخش المنطقة هذه افتراضا، ندود انجنات عليها شعار الواقع كذا. فهو يبغانا نخلص من هذه 15 دنجن، فخلوني اذا لقيت الدنجن هذا اللي انتم المطلوب. شوف في دنجن قدامنا، في حاليا شوف هنا قدام، خلنا احنا ما شوف قدام مباشرة هنا، شوفون قدامنا هنا، شوفونه اللي عليه ورقة بيضاء، هذا هو الدنجن المطلوب. شوفون كيف، هذا هو الدنجن اللي قدامنا، هذا هو الدنجن اللي احنا نبغاه. لازم تخلص من الدنجن هذا 15 دنجن تمام، بعدها راح تنتهي معك المهمة. خلينا نخلصكم واحد بس اثبات. تمام زي ما تشوفون هذا هو، فخلص منه 15. خلونا احنا ننتقل للمرحلة اللي بعدها. طيب في المرحلة الرابعة الحين طالب منك انك تتعلم شيء اسمه ماي فاميلي ريسبي. طبعا تروح الهاب تمام، تجي هنا، تجي هنا عند الديكوري هذا هنا، تنزل هنا الثانية. يطلب منك، يطلب منك ثنتين ريسبي من الهايلاند ريسبي. شفتوا قبل شوية الدنجنات احنا اللي لعبناها، كل منطقة لها دنجن حق ريسبي حق شعر الورقة ذا. فطالب منك مثلا ثنتين من الهايلاند تمام، اللي هي المنطقة هذه، ثنتين من المنطقة هذه زين. انت لا تخش هنا، انت تدخل المناطق الكبيرة زي هذه اليو 9 ولا اليو 8 اللي تقدر عليه تخش، خش منها زين. لكن اذا لقيت المنطقة الخضراء حقتها هذه، فيها يكون فيها دنجن اخضر، تاخذ منها USB. هذا اللي هو الاول. الثانية الفوربدن، هذه المنطقة الصينية اللي لون ارضيتها اصفر اللي هي هذه. لكن زي ما قلت انت ادخل هذيك المنطقة العامة زين، وطلع منها. طبعا المنطقة الصينية اللي هي المنطقة الصينية هذه هنا، هذه هي الفوربدن. المنطقة الصينية فيها يكون فيها دنجنات على اشعار ورقة، طلع منهم شيء ذا زين. هذه هي طلب منك حبة واحدة ممتاز. منطقة الثلج طالب منك حبة واحدة بعد تمام. عندك منطقة الكندور، منطقة الحلاوة وكذا، طالب منك 3 حبات. منطقة الديناصورات طالب منك حبة. الأخيرة يحطونك هم 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 نفسهم لما تخلص المراحل راح يعطونك إياها، هذه الفاميلي سيكريت. فما عليك إلا تصنع تمام. الحين بنجد إنك صنعت خلاص تنهي المرحلة نفسها. خلو احنا ننتقل للمرحلة بعدها الثانية. يقول لك اصنع الكيكة حقت الدوري. تيجي عند الفود، شوف انا عندي كل المواد حاليا لكن ناقصني الكورن، هذا الكورن اوف ذا كيوب. خلينا نشوف هل هو ينباع في السوق، لاني ابغى اشتريه عشان انجز بسرعة. طبعا شوفون الحين المرحلة السابقة هذه، انتم تريدون الان تستفيدون من الايفنت هذا حاليا. الحين كل العالم الاغلب القويين او اللي معهم فلوس ما ودي اروح لما الدنجنات وجمع الدنجنات يطلع منها الريسبي هذه. فانت شو تسوي، انت اللي عليك زين، انت اللي عليك شو تسوي. ادخل الدنجن ذيك واطلع منها الريسبي هذا واعرضها انت للبيع تمام. ناظر كم السعر اللي هم حاطين السوق يعني حاطينها الناس، وابدا اعرضها انت زين. خلينا نشوف نكتب هنا كون، يعني حتى الحين سوق ال النبتات هذولي بيقوم سوقها الحين بسبة الايفنت نفسه. فاذا كنت انت عندك زراعة وكذا يعني تزرع من ذولي، فانصح شوف الحين حاط هذه 3000. انا الحين مجبور اني اشتريها عشان ابغى اخلص من الايفنت يعني، عرفتك يعني. فاخذ الكمية هذه واجي هنا اشوف. انا الحين معي متطلبات كاملة، شوف البنفيد. طبعا الاولى وين تخلص راح يطلع لك اللي هي الاولى لما تقتل التركي. اول شيء لما طلب منك 15 تركي تقتلهم راح يعطيك الاولى، اما الثانية كلها لتحت ذي كلها خاصة بالزراعة. فموضوع لو وانت تفكر انك تزرعهم، اول شيء البنفيد والتوتر هذول والكون هذا متقدمة في الزراعة.
فلو بتوصلهم بيخلص لك الايفنت وانت ما خلصته. فانا انصح تشتريهم وتفتك وتخلص بسرعه زين، وطيب منك 5000 لوكس و5000 فقلم يعني تمام. شوف انا تو انا اخذت واحده تو اخذتها يمكن ب 2500 وعطتها الحين ب 2900 وانباعت سلام سلام. فالناس تبغى تسوي هذا بحيث تبغى خلينا نقول يعني يبغون يفتكون يخلصون من ذا بسرعه. فانا الحين ابغى بصنع الكيكه هذه نصنعها عشان نخلص الايفنت نفسه. تمام خلصناها تمام. الحين ندخل المرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها يقول لي كل الكيكه هذه اللي انت صنعتها تمام. نجي انت هنا اوكي خلاص كذا انهينا كذا خلاص انهينا. الان جميع مراحل الايفنت كذا انتهينا من الايفنت كامل. ف زي ما قلت لكم انصحكم الحين في الايفنت هذا اذا تبغى تطلع فلوس زين. شوف انا الحين عندي هنا حطيت الرسم بذي ب 2900. انا اجي هنا ثانيه زين. شوف انا عندي حوس هنا ثاني تمام. احطه انا بكم سعر السوق. اكتب هنا كاندي كذا احط سي حرف سي عشان نعرف كم واصل سعر السوق حقه وكذا. نجي عند الرسبي هنا ننزل. هذه نصيحة لكم يعني انت ما يعني تستغلون فيها الايفنت نفسه. شوف حاليا انت تبحث انت عن الكندوري نفسها كرسبي يعني. شوف وين في اقرب واحدة قيمتها 2200. انا الحين باخذ حقتي ذي اللي عندي انا ذي بحطها ب 2000. انا ما ادري انا ضغط اخذتها ببلاش اتوقع اني كنت اجمع واخذتها ببلاش. فالحين بحطها ب 2000 يمكن ما طول الا قد خلص ال يعني حنقول ال يعني ممكن اتوقع خلال ساعات بسيطة هذه يشترون هذه اللي بعدها. فبحط لكم زي ما قلت لكم بحط لكم عندي كلب حقي بحط لكم اياها. بحاول ان احط لكم المنطقة نفسها عامة بحيث ان تقدرون تخشون هناك و يعني زي ما تقولون ان تحصدون. بس كل واحد شاب منكم يجي يحصد واحدة بس، لا تحصد اكثر من واحدة، خل فرصة لغيرك. فانا بحط لكم المنطقة ذيك زي ما تشوفون حاليا الحين في واحد حاط سلاش جوين وود بحط مسافة بعدين اسم كلب وكذا. شوفون كيف انا بحسن نفس الحركة لكن بحط اسم كلب حقي انا تمام. بتسوي شوف بحاول اني اكتبها يمكن تضبط. شو كيف الحين بس كسبت الكلمه طبعا ما طلعت وانا اكسبها لكن بجد اني كسبتها وضغطت او 2 طبعا هو بيحط مسافه اذا قدرت تكتب انت كلام هله. لا تخلي المسافه في اخر كلمه، خلى العلامه لاصقه في اخر حرف واضغط او 2 على طول راح ينقل لك الكلب حقي مباشره. فعشان انا زي ما قلت لكم بحط لكم المكان ذاك بحيث تستفيدون منه يعني بحيث ينقل لكم الكلب هنا. بحط لكم هنا هذه بحاول ازرع اللي اقدر عليه من اللي عندي يعني. فتيجي تحصد يعني كل واحد منكم يجي يحصد واحدة بس، لا تسأل يعني لا تسوي حصاد لهم كلهم تسرق حق الناس الباقيين كلهم. فانت احصد واحدة وخلاص بطلع تمام. بس المشكلة الاشكالية انه لازم انت بنظر هل يمديني اخليها عامة لاي واحد يخش وكذا. بنظر اذا يمديني اخليها عامة بخليها لكم عامة بحيث ان تدخلون وتجي وتحصد وزي كذا تمام. طيب يعطيكم ألف عافية على المتابعة. اللي ما اشترك اشترك في أخص التنبيه. نشوفكم إن شاء الله في مقطع جديد. زي ما قلت لكم احرصون الآن في وقت الإيفنت هذا أنكم تحطون الرسبي هذا للبيع تمام. انشروه تمام، انشر الرسبي ذا للبيع واستفد. الحين بعد يمديك تبيع بسعر غالي تستفيد يعني من استفادة قوية تمام. يلا سلام.